مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من برنامجكم ألعاب الصلاة. النهاردة في البداية قبل ما أبدأ حلقتنا عايز أعزي أسرة كرة اليد في كابتننا الكبير كابتن يحيى علي رئيس لجنة الحكام الرئيسية السابق باتحاد كرة اليد والاتحاد المصري لكرة اليد أو في كرة اليد بصفة عامة. رجل خروق، رجل مهذب، فعلا كلنا كنت لعيب وهو كان رئيس لجنه الحكام، وفعلا كان حد يعني كل الاسره كره تدي يعز عليها فراق كابتن يحيى علي. نتمنى لاهله الصبر والسلوان. ده اولا. ثانيا عايز بقى نتكلم في موضوع مهم جدا قبل ما نبدا في اخبارنا وقبل ما نبدا في حاجتنا النهارده عن اخبار كتيره، لكن عايزين نتكلم في موضوع مهم جدا. هو موضوع التسويق في الاتحادات الرياضيه، في الثلاث اتحادات الرياضيه اليد والسلة وكرة طائرة. دلوقتي الحمد لله بدأ إذاعة الماتشات على القنوات الأخرى، فكده أكيد في دخل بيخش للاتحادات المصرية. عايزين نرجع لاتحاد كرة القدم زمان. كان اتحاد كرة القدم لما أول ما بدأ موضوع تسويق الماتشات بدأوا يتكلموا فيه كلام كتير جدا، إلى أن وصلنا، عشان بس ما نخش الموضوع الحديث الحلقة كلها في الموضوع ده، الى ان وصلنا ان في النهارده رابطه انديه وفي بيع للدوري المصري وفي دخل بيخش للانديه المصريه عن طريق مباريات الدوري العام. طيب النقطه هنا نتكلم على اتحاد اليد واتحاد الطايره واتحاد السله. النهارده الماتشات بتذاع، في دخل بيخش للاتحادات. طب الانديه اللي بتدفع فلوس بصفه عامه، تدفع فلوس في اللعيبة، أسعار اللعيبة وصلت النهاردة 2-3 مليون جنيه في السنة، يدفعوا منين؟ يعوضوا فارق الفلوس دي إزاي؟ يبقى ليهم مكان مصدر دخل آخر من خارج النادي وهي إذاعة مبارياته. يا إما تدي الأندية مبارياتها هم يتصرفوا، يا إما الأندية تعمل رابطة إلى زي بالظبط اتحاد الكورة لما وصلنا لآخر نقطة. آخر نقطة دي في اتحاد الكورة اللي هي رابطة الأندية. حق الانديه المصريه من الاتحادات المصريه تاخد فلوس من ورا بس المباريات. اي اتحاد هيقول غير كده هنتكلم كلام كتير. اتحاد هيقول انا عندي في اللائحه، لا انا اسف حضرتك المصدر الدخل بتاعك من منتخب المصري، مصدر الدخل بتاعك من اذاعه بطوله كاس مصر، لكن مصدر الدخل بتاع الانديه من بطوله الدوري العام، الدوري محترفين، دوري عام، دوري سوبر، ايا كان المسمى، لكن لازم حضرتك كاتحاد تدي الانديه فلوس. ما دام بتذيع ماتشات يبقى لازم تدي الانديه فلوس. الحته دي مش باينه للناس، مش باينه لانديه كتيره، هنطرحها وهنفتحها وهنتكلم فيها كتير في الحلقات الجايه، لان الموضوع فعلا صعب على كل الانديه، من الانديه الكبيره اللي معاها فلوس او الانديه الصغيره اللي بتبطل وبتخلي لعبتها تبطل عشان ما فيش امكانيات فلوس. اي نادي النهارده بيلعب في الطايره او في اليد او في السله، في الثلاث لعبات دول بالاخص، تقريبا ميزانيته بتخش 20 مليون جنيه. الفارق ده بيعوضه ازاي؟ النادي يدفعه ازاي؟ النهارده لازم الاتحادات المصريه هي اللي بترعى شؤون او مصلحه اللعبه. مصلحه اللعبه في مصر من دورها ده، من دورها ان هي الانديه تكون عندها موارد ماليه، فاكيد لازم يعملوا اجتماعات موسعه الاتحادات ويبتدي يتكلموا في الموضوع ده، لان احنا داخلين على جمعيات عموميه في شهر 8 و9 اللي جاي. نتمنى من الانديه المصريه كلها مجتمع تبتدي تفكر تفكير جدي جدا في الموضوع ده. الموضوع ده مختفي، الانديه اللي هي في المركز الرابع والخامس بتدفع لها حوالي 4-5 مليون جنيه برضه. رقم كبير. ما قلتش الدوري ده هيتباع النهارده ب 100 مليون، بس الكوره لما بدات ب 3 مليون جنيه. ووصلت النهارده 450 و500 مليون عن طريق المزايدات ودخول في قصه كبيره جدا مع كل الناس، الشركات الراعيه او الشركات المسوقه اللي عايزه تاخد دخل من وراء هذه المباريات. نتمنى في المرحله اللي جايه الانديه المصريه، بتكلم على الانديه المصريه وهنتكلم كتير جوه العاب الصالات على الموضوع ده، ان الانديه المصريه تتكاتف وتتكلم مع بعض علشان في الاخر يتحط جوه اللوائح لهذه الاتحادات الموضوع ده، ان الدوري ملك للانديه وليس ملك للاتحاد. لان اي اتحاد هيستغل النقطه دي اعتقد ده كلام فير جدا، الاتحاد بيستغل منتخب مصر اللي هو طالع من جوه الانديه. اللي هو طالع تاني، اللي هو طالع من جوه الانديه، الانديه دي بتدي اللعيبه فلوس عشان تلعب دوري، لكن هي في الاخر بتمثل مصر، واكيد تمثيل مصر ده شرف لينا كلنا مش هنتكلم فيه. لكن الدخل اللي بيخش للاتحاد عن طريق بس المباريات لازم الانديه تشارك فيه ولو بجزء بسيط دلوقتي، عشان كمان 4-5 سنين يبقى فيه دخل.
تقدر اللعبة تستمر في المرحلة اللي جاية. بكده خلصنا النقطة المهمة وهي نقطة التسويق في مع الاتحادات المصرية في كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة. يلا بينا نروح لأخبار النادي الأهلي. نبدأ أول أخبارنا عن كرة اليد. النادي الأهلي بكرة إن شاء الله بيواجه نادي سموحة في دوري المحترفين بكرة اليد. في ناس كتيرة بتقول إن الدوري خلص، إحنا قلنا هنا الدوري لسه ما خلصش، النادي الأهلي بيفضل يلعب لغاية آخر نفس، لغاية آخر صفارة حكم. هيفضل يلعب. بكرة إن شاء الله إن فرقة النهاردة سافرت لمدينة الإسكندرية، وبكرة بإذن الله هيتلعب على صالة نادي سبورتنج مباراة مع نادي سموحة. الماتش هيتلعب الساعة 4، والأهلي في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وأما سموحة في المركز السابع وقبل الأخير برصيد 11 نقطة. هنخلينا مع كرة اليد وهنروح لشبابنا مواليد 2000، والأهلي بيهزم جزيرة الورد، نادي جزيرة الورد. الأهلي بيهزم 29-18 نادي جزيرة الورد. مدير فني كابتن محمد يحيى، مواليد 2000 ما شاء الله عليهم ماشيين كويس جدا. الشوط الأولاني كان خلص للنادي الأهلي 14-9 قبل ما الأهلي يعزز فوزه في الشوط الثاني ويوصل لغاية 29-18. المباراة اتلعبت امبارح على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة. فريق الشباب برضو قدر ان يصعد لي قبل النهائي بطولة كأس مصر بعد ما فاز على نادي طلايع الجيش بنتيجة 27-19. الماتش اتلعب يوم الحد اللي فات في صالة 6 اكتوبر. تالت اخبارنا وخبر حزين لينا او خبر ما اسعدناش كثيرا، وهو خسارة فريق سيدات كرة اليد والخروج من كأس مصر من دور الثمانية. لازم نقف ونتكلم. الوقفة دي أكيد وقفة مهمة جدا، أكيد الإخفاق أو أكيد الخسارة دي ليها أسباب. إن إحنا أول مرة في تاريخ النادي الأهلي نطلع من دور الثمانية كأس مصر. أعتقد إن النهاردة إدارة النشاط الرياضي مع الجهاز الفني المسؤول أكيد بيحللوا أسباب الخسارة، لأن ده شيء مهم جدا. يعني الموضوع بالنسبة لجماهير النادي الأهلي موضوع صعب جدا. الأهلي خسر من نادي الشمس 26-24 بعد ما الشوط الأولاني خلص 13-13، وفي آخر الشوط الأولاني كمان فريق الشمس قدر يعوض هدفين بعد ما كان الأهلي كسبان 13-11. أكيد دي مش نهاية العالم أو نهاية الكون، أكيد فرق بنخسر وفرق بتكسب، لكن أكيد قدامنا النهارده بطولتين بنقول لبناتنا لكرة اليد النهارده بنراهن عليكم في البطولات اللي جاية، لأن البطولات اللي جاية بطولات مهمة جدا. أكيد الخسارة وحشة، لكن الخسارة هي بداية المكسب لأي بطولة بإذن الله. نتمنى سريعا كابتن ياسر صلاح ونجمات الفريق ولاعبات فريق كرة اليد سيدات إن هم يقدروا يجتمعوا ويعرفوا أسباب الخسارة، عشان المرحلة الجاية مرحلة مهمة، ناقصتهم الدوري العام وكمان دوري السوبر. نتمنى ليهم التوفيق بإذن الله. هنسيب كرة اليد وهنروح للكرة الطايرة سيدات والاستعداد لمواجهة نادي الشمس في الدوري العام. كابتن حمدي الصافي وكتيبة حبات أو نجمات الكرة الطايرة في النادي الأهلي بيشتغل على مباراة نادي الشمس اللي هي هتلعب يوم الجمعة اللي جاية بإذن الله الساعة 6 على صالة نادي الشمس. الأهلي بيحتل صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، لكن نادي الشمس المركز الخامس برصيد 24 نقطة. أكيد نجمات الذهب عارفين حاطين نصب عينهم جميع البطولات اللي جايه باذن الله، نتمنى لهم التوفيق. خلينا نخرج التقرير مع كابتن حمدي الصافي ونجمات الفريق وترجعوا لنا مره ثانيه. والله الحمد لله احنا فريق كره الطايره سيدات ماشي في الطريق الصحيح اللي احنا رسمناه له واللي النادي رسمه له، ان هو ان شاء الله باذن الله يحافظ على جميع البطولات اللي احرزها الموسم اللي فات. الحمد لله ماشيين في الدوري بخطى ثابته، فزنا في كل المباريات الحمد لله ومتصدرين الدوري ومأمنين نفسنا جدا في الدوري الحمد لله. عندنا دلوقتي شغل استعداد لافريقيا الحمد لله، يعني انا مطمن معدل البدني بتاع اللعيبه خاصه لعيبه المنتخب اللي رجعت من المنتخب في ارتفاع مستمر، ودي حاجه بتطمني ان شاء الله باذن الله ان في شهر 4 هتبقى الفرقه في اتم استعدادها للبطوله بإذن الله. يعني ماشيين كويس والنتائج كويسة وشغالين شغل بدني عالي جدا الفترة ديت، بالرغم من في مباريات الدوري، بس احنا بنلعب مباريات الدوري
زائد الأحمال العالية اللي احنا عاملينها عشان احنا عينينا على أفريقيا يعني أكتر بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله أنا بطمنهم. أنا شايف البنات في التدريب الحقيقة مركزين جدا الفترة دي، قعدت معاهم وعملنا اجتماع وتكلمنا إن احنا قدامنا تقريبا أقل من شهرين لازم هنعلي الحمل جدا في الفترة دي ولازم نستحمل عشان نبقى واقفين على رجلينا في بطولة أفريقيا. الحقيقة البنات استجابت ومستحملين الجرعات التدريبية اللي بياخدوها سواء بدنية أو فنية في الملعب، مزودين في الناحيتين في سواء في التدريبات البدني أو في التدريبات الخططية والمهارية بتاعتنا، ماشيين كويس الحمد لله. وانا راضي عن ادائهم في الدوري لحد دلوقتي. عندنا مجموعة من المباريات وهيدخلها برضو مباراة الكاس مع نادي الشمس، هتبقى مباراة قوية، فكل دي استعدادات كويسة جدا لبطولة افريقيا ان احنا نلعب تحت ضغط الحمل اللي احنا عاملينه في حاجة كويسة، بحيث ان شاء الله بإذن الله الفرقة في شهر 4 تبقى تأدي اعلى مستوى ليها بإذن الله. We're training so hard for the African Championship. And احنا بنتمرن كويس قوي واحنا محتاجين السبورت بتاع الأهلاوية كلهم والفانز وكل الناس يعني. احنا الفترة اللي فاتت كنا لسه راجعين من المنتخب وبدأنا واحدة واحدة نتلم كفريق، وبرضه آية الشامي رجعت من الإصابة، فدي حاجة كويسة قوي، والفرقة واحدة واحدة بدأت تكتمل وطبعا مستواها يعلى. بدنيا احنا برضو شغالين جامد عشان البطولة الأفريقية قربت، فاحنا الدوري مش بيوقفنا فيزيكلي يعني، احنا في بدنيا بنفضل مكملين. وبرضو كتكنيكس كده طبعا احنا كابتن حمدي طبعا يعني مش محتاج يتوصى بينا يعني، احنا كده كده يعني الحمد لله يعني. طبعا بالذات ان هي توقف الاهلي هنا فالموضوع بيبقى اصعب وعلينا ستريس اكتر وكده، فبيبقى ليها معسكر خاص وليها تجهيزات خاصه يعني. احنا محتاجينكم معانا عشان هم بيفرقوا جدا معانا في روحنا المعنويه في الفريق، وان شاء الله نفرحكم زي كل سنه يعني. والله احنا عندنا ماتشات مهمه قوي الفتره اللي جايه، عندنا ماتش الشمس وعندنا سبورتنج والصيد، دول ماتشات مهمه قوي في الدوري والكاس. لو عندنا هم نضمن الدوري يعني والكاس بنسبه كبيره قوي. وبعدين احنا من اهل افريقيا دلوقتي، عندنا افريقيا 1-4 تبقى عندنا هنا في النادي، بس احنا بنستعد يعني من دلوقتي لافريقيا اكتر من الماتشات دي. احنا فعلا من غيركم ولا حاجه، وانتوا مكسب كبير قوي لينا، وانتوا تقريبا اكتر من 70 او 80% من المكسب، فاحنا محتاجينكم يا ريت تبقوا معانا وورانا ونشوفكم كلكم يعني في الصاله. اكيد طبعا احنا كلنا مستعدين لبطوله المنتخب دي يعني كويس، ولما رجعنا هنا استعدنا مع بقيه الفريق، فكابتن حمدي يعني على طول بيشارك كله، فكنا كلنا تقريبا جاهزين يعني. زي ما شفنا في تقرير الكرة الطائرة سيدات، نجمات فعلا بيتكلموا بثقة، بيتكلموا عايزين يفرحوا جماهير النادي الأهلي، عندهم فعلا بيدافعوا عن ألقابهم اللي حصدوها في المواسم السابقة. نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المرحلة اللي جاية. هنسيب الكرة الطائرة سيدات وهنروح لنجمنا الكبير كابتن علي خلف الله. كابتن علي خلف الله تأهل رسميا إلى أولمبياد طوكيو 2020 في السباحة. نجم كبير بيتمرن في امريكا، مقضي تقريبا كل الوقت لغايه ما هيوصل اولمبياد طوكيو في امريكا، لكن هو علي بيستعد دلوقتي عشان يشارك في بطوله امريكا المفتوحه للسباحه واللي هتلعب شهر مارس باذن الله. علي لسه كسبان بطوله في امريكا من اقوى البطولات في العالم، كسب برونزيه ال 50 متر وكمان ال 100 متر واللي شارك فيها اهم واحسن السباحين. علي قال عن في موقعه او في صفحته الرسميه بيقول ان هو بيستعد بكل قوه للمرحله اللي جايه لاولمبياد طوكيو باذن الله، لكن باذن الله انا متوقع وكل الناس متوقعه الكابتن علي خلف الله باذن الله ان هو يحصد ميداليه او يصفي تصفيه ايه في باذن الله في اولمبياد طوكيو 2020. هنكمل مع السباحه وهنروح لاكاديميات السباحه اللي طلعت علي خلف الله وطلعت احمد اكرم وطلعت هانيا مور وطلعت نجمات كبار وميشو واحمد حمدي وطلعت نجوم كبار جدا عندنا في السباحه. اكاديميات السباحه ما بتهدأش، تشتغل طول الوقت 24 ساعه تقريبا شغالين، لان قطاع السباحه قطاع كبير او قطاع تعليم الاكاديميات قطاع كبير. خلينا نروح لتقرير عن اكاديميه السباحه في النادي الاهلي وترجعوا لنا مره ثانيه. احنا هنا في الاكاديميه بنبتدي نعد الولاد من مراحل سنيه بدايه من عمر 3 سنين. بنبتدي اول حاجه بيبقى عندنا حاجه اسمها
يعني اللي هي تعليم السباحة، محو مية السباحة، بعد كده بنبتدي نعد الجيل اللي طالع، الأشبال اللي طالعة، عشان يبقوا نواة لفرق النادي الأهلي. حاليا احنا عندنا في فرقة طالعة من قطاع الأكاديمية، فرقة مواليد 2009، إن شاء الله خلال الشهر ده، خلال النص الثاني من شهر فبراير، هيشاركوا في بطولة القاهرة، وإن شاء الله هم لسه طالعين من بطولة كأس الاتحاد من حوالي 3 شهور، وكانوا محققين فيها المركز الأول أولاد وبنات. حاليا احنا بنجهز فريق 2010، مواليد 2010، دول ان شاء الله رب العالمين هيشاركوا اول بطوله ليهم رسميه، هتبقى في شهر اغسطس اللي جاي كاس الاتحاد. عندنا عناصر مميزه جدا 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 ان شاء الله، وهيبقوا نواه لفرق النادي الاهلي. عندنا برضو فريق 2011 بنجهزه، لسه قدامه وقت، بنجتاز الاول مجموعه من الاختبارات لاتحاد السباحه اللي هي اختبارات النجوم، ان شاء الله رب العالمين هنخلص الاختبارات دي، وبعد كده نبتدي برضو نجهزهم نفس الكلام عشان نحطهم على طريق البطولات باذن الله تعالى. 2009 هتبدا البطوله بتاعتهم يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، واحنا بنجهزهم بقالنا يعني اكتر من 8 شهور للبطوله، الاول بطوله يشاركوا فيها بطوله رسميه، بطوله القاهره ان شاء الله باذن الله، يعني يعملوا حاجه كويسه باذن الله. هم على تم استعداد الحمد لله، يعني الفريق ماشي كويس ومستوى الحمد لله كويس. الحمد لله احنا بنستعد دلوقتي لبطوله القاهره، هتبدا يوم 15 الشهر ده، وبعد بطوله القاهره على طول تاني يوم عندنا بطوله تنشيطيه هنا داخل النادي لمرحله 2010 و2011، يوم 5 و6 و7، وبعدها يوم 12 عندنا بطوله كاس مصر. فالعمليه كلها ما شاء الله بطولات في بطولات، والاهلي هو جدير باذن الله، احنا باذن الله بنحسم كل حاجه. شفنا اكاديميات السباحه والكم الكبير من اولاد النادي الاهلي اللي بيلعبوا في اكاديميه السباحه، اكيد شيء مهم، لان اكاديميه السباحه هي المفرخه الاساسيه الى ابطالنا ونجومنا المتواجدين في العالم دلوقتي باذن الله، وكمان هتكون متواجدين في الاولمبياد في المرحله اللي جايه. هنسيب السباحه وهنروح للتنس طاوله، والتنس طاوله بيفوز ببطوله او بيكتسح بطوله الجمهوريه 21 سنه فردي. ما شاء الله نجومنا حصدوا اول 4 مراكز، المركز الاول للمركز الرابع، بيقود الفريق الكابتن اشرف عبد الفتاح مديرا فنيا، وكابتن عمرو رضا مدرب عام، ومعاهم كمان الخبير الصيني مستر زانج، ومعاهم احمد حامد اداري. لعبتنا هم مروان عبد الوهاب حقق المركز الاول، وكمان كريم ياسر في المركز الثاني، واحمد البرهامي في المركز الثالث، وكمان جه احمد هشام في المركز الرابع. اتحاد الاسكواش المصري بيجنب لاعبي الاسكواش الخوض الادوار التمهيديه في بطوله الجمهوريه. نجومنا الكبار كابتن كريم عبد الجواد وكابتن ياسرب عادل بيتجنبوا الدخول في المرحله الاولى او مرحله التصنيف الاولى. نجومنا اكيد عارفين ان كابتن كريم عبد الجواد المصنف الرابع عالميا، وياسرب عادل المصنفه رقم 16. البطوله هتلعب في استاد القاهره بين 13 الى يوم 18 فبراير باذن الله، كله امنياتنا الطيبه لنجوم النادي الاهلي في بطوله الجمهوريه في السكواش بحصد الميداليات. بكده خلصت اخبار النادي الاهلي، تعال نروح لاخبارنا العالميه. هنبدا باول خبر ونجمتنا الكبيره نهله رمضان. نهله رمضان بطلتنا الكبيره اللي هي فعلا امتعتنا واسعدتنا في وقت من الاوقات، وكانت قاب قوسين او ادنى ان هي تكسب ميداليه في اولمبيات او في بطولات العالم. اكيد شيء مهم جدا بالنسبه لبطلتنا الكبيره كابتن نهله رمضان في رفع الاثقال، بتعاني من حاله نفسيه شديده جدا. الرياضي لما بيخرج من الاضواء اكيد كمان في رفع الاثقال ما عليهاش اضواء كثيره، اكيد بيحصل دروب عند اللعيب. لكن نجمتنا ايضا عصبه منصور معاها جنبها بتأزرها، لكن كمان امبارح حصلت صرخه كده شد من كابتن نهله رمضان، فوزير الشباب والرياضه سريعا استجاب ان هو يقدر يعالجها، عندها حاله نفسيه بيحصل نزيف معين من الفم، لكن ما شاء الله دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه سريعا بيستجيب، سريعا بيقول ان اي حاجه محتاجاها بطلتنا هنكون جنبها. الابطال وخروجهم من الملاعب شيء مهم جدا، ان دايما نظل نتكلم عليهم، ده تاريخ في الرياضه المصريه وتاريخ في يعني لمصر دائما وابدا في البطولات العالم والبطولات الاولمبيه.
نتمنى ان دايما ابطالنا يكونوا متواجدين داخل الشاشات التلفزيون، دايما نتكلم على التاريخ لان اللي ما عندوش تاريخ اكيد ما يقدرش يصنع المستقبل. نتمنى ان دايما نقعد نشجعهم ندعمهم حتى بعد ما بيبطلوا رياضه، لكن نجمتنا اكيد ان شاء الله باذن الله دكتور اشرف صبحي وقف معاها وان شاء الله هيكملوا علاجها كمان لو استدعى الخارج باذن الله تكون خارج مصر. نروح لسيدات الريشة الطايرة والفوز ببطولة أفريقية اللي أقيمت في استاد القاهرة. البطولة أقيمت من يوم 10 إلى يوم 16 وقدر البنات تفوز بالمركز الأول بعد الفوز على منتخب موريشيس 3-2. فاز قبل كده منتخبنا على منتخب الجزائر 3-2 والمنتخب الجنوب أفريقي 4-1. نجمتنا اللي مثلونا في بطولة أفريقيا ضحى هاني وهادية حسني ونور يسري وجنى أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد، ألف مبروك لاتحاد الريشة الطايرة. هنسيب الريشة الطايرة ونروح لنجم من نجوم مصر والتنس محمد صفوت. محمد صفوت بيتقدم في الترتيب 29 مركز بيطلع 27 مركز وهو صاحب 29 عام وبيوصل للترتيب 130. محمد صفوت كان فاز ببطولة تشالنج لوانسي ستون الاسترالية، قدر يكسبها لاول مرة، دي بطولة من بطولات التشالنج بعد ما كسب أليكس بولت في المصنف 151 على العالم، يحصد اللقب ده لاول مرة في تاريخه. نجمنا بيلعب في بطولة التشالنج ايضا في الهند وقدر يفوز في اول مباراته على اللاعب الاسترالي ماتيوس ابيدين 7-6 و6-7 7-5. نتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه. هنكمل مع اخبارنا المحليه واخبارنا العالميه وكابتن عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الكره الطائره ينهي ازمه مستحقات الحكام. هنوقف وقفه نتكلم عليها شويه لان ازمه مستحقات الحكام دي الحكم عنصر اساسي داخل الملاعب. حكم عنصر اساسي داخل الملاعب. تخيلوا ان الحكم ده كمان بتاع الطايره والسله واليد الالعاب الجماعيه ما بياخدش رقم كبير. تخيل لما يقف قبضه 3 سنين. 3 سنين الحكم ما بيقبضش. يجي يحكم ليه؟ يعني يجي يحكم ليه طيب الراجل؟ يقعد 3 سنين من 2016 2017 2018 2019 2019 2018 2019. 3 سنين. الحكم 3 مواسم بيحكم لسه ما خدش مستحقاته. هو قعد مع لجنه الحكام بعض الحكام من منطقه الجيزه والقاهره وقعد مع لجنه الحكام اللجنه العليا للحكام في اتحاد الطايره وقعد يتكلم معاهم وتناقش ووصل ان هو هيدي على 3 مراحل فبراير ومارس وابريل. نتمنى ان كل الاتحادات فلوس الحكام فلوس مهمه لان كمان مش بيقبض 3000 جنيه على الماتش ده اخر بيقبض 340 جنيه يعني الارقام كلها ارقام قليله. نتمنى دايما وسائل الحكام او فلوس الحكام تكون متواجده سريعا كل اخر شهر. وكمان اتحاد الطايره بيستعد لتنظيم البطوله العربيه اللي بيشارك فيها النادي الاهلي باذن الله في من يوم 16 الى يوم 28 الجاري بمشاركه 20 فريق. نتمنى اكيد لفرقتنا اللي معسكره دلوقتي في السعوديه نتمنى لها التوفيق باذن الله في البطوله العربيه اللي جايه. هنسيب الكره الطايره وهنروح لطوكيو 2020 ومرض الكورونا وانتشار فيروس الكورونا مشكله كبيره بالنسبه لاولمبياد طوكيو، لكن اعتقد ان اليابان محضره نفسها كويس لكل اي طوارئ تحصل. رئيس التنفيذي للجنه المنظمه للدوره قال ان هو فعلا الموضوع صعب جدا تو شيريو موتو اكيد قال ان الموضوع صعب جدا لكن اكيد ايضا ان احنا مستعدين وجاهزين وفي نفس الوقت هتطلع ان البلد ماشيه في الخط السليم وهتطلع البطوله كما هو مخطط لها. شيء مهم جدا ان يحصل مشاكل لكن برضو الشيء الاكبر والاقوى والاحسن ان المدير التنفيذي او رئيس التنفيذي يطلع ويتكلم ويقول احنا مخططين كل حاجه احنا جاهزين احنا مستعدين. هي دي اكيد البطوله طوكيو او دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو 2020 هتكون دوره مختلفه جدا. اكيد العالم دلوقتي تقدمه كله بيقاس في الدورات دي بيشوف حاجات كتيره بنشوف افتتاحات عالميه عظيمه جدا. نتمنى باذن الله ليهم التوفيق لان اكيد مرض الكورونا لسه محصور داخل الصين نتمنى عدم خروجه من الصين عشان ما يبقاش حاجه في العالم كلها او يتفشى هذا المرض لان هتبقى مشكله كبيره جدا في الرياضه بصفه خاصه. هنسيب طوكيو وهنروح لتونس سريعا وتصريح للسيد مراد المستيري رئيس الجامعه التونسيه لكره اليد بعد خساره البطوله الافريقيه.
لما جيت قريت الخبر ده بالذات كان في شويه كلام هعلق على الخبر، كلام مهم جدا اتقال داخل الخبر. قال ان هم لعيبه قبل كده كنا خايفين من الحكام والجماهير، لكن العاملين دول كانوا في صالحنا والتحكيم ما سرقش منا اللقب. لكن الاهم من ده قال ان هو خلاص ان اقاله جيرونا المدير الفني هي هتكون حاجه بس يعني وقتيه. الخبر ده كان يوم 7 فبراير، وقال لعيبه تونس في لعيبه في المنتخب التونسي خلاص مش قادره تعمل اضافه، ندمان جدا جدا على ان المدرب سيلفانو نوي ده مشي وسابهم، وقال ربنا يسامح اللي كان السبب. بس النقطه اللي انا هتكلم عليها وهقف عندها، قال ان المنتخب المصري لم يتوج لانه الافضل والاقوى، بل احنا اللي اديناهم اللقب والانتصار. عفوا مستر مراد المستري او كابتن مراد المستري صديقي العزيز، خلي بالكم مصر لما خدت اللقب داخل الاراضي في تونس خدته عن جداره، عن استحقاق، عن تعب، عن مجهود لاعبين، عن مجهود مدير فني، عن مجهود مدير فني الاسباني اللي فعلا قدر يخلي شكل منتخب مصر مختلف. مش علشان حضرتك مستواك قليل، لا، لاعبتنا تعبوا. مصر خدت كاس افريقيا في تونس بتعبها وبمجهودها، وكان فعلا احنا الفريق الاقوى او المنتخب الاقوى في هذه البطوله والمنتخب الاعلى تماما. فعلا الموضوع مختلف جدا جدا جدا، لكن ما ينفعش يتقال بعد بطوله ان احنا اديناهم اللقب، لا. عفوا، هو اكيد الكلام ده كلام للصحافه التونسيه، لكن الحقيقه لازم نقولها ان المنتخب المصري هو اللي كان الاقدر بهذه البطوله. نرجع لقرارات او نروح لقرارات برضو الجامعه التونسيه لكره اليد بعد الاخفاق الافريقي وخساره تونس للقب الافريقي اللي كانت اخر بطوله افريقيه، كانت قبلها كانت هي بطله افريقيا. القرارات وزي ما احنا قدامنا قررت الجامعه التونسيه انهاء التعاقد مع جيرونا المدير الفني، انهاء التعاقد مع مدرب حراس المرمى الصربي، الابقاء على المدرب المساعد الكابتن عمر خضيره، وتفويض السيد مراد المستيري رئيس الاتحاد التونسي لكره اليد بعد التفاوض مع المدير الفني الاجنبي الجديد للمنتخب التونسي استعدادا لملحق التصفيات المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020 واللي هتكون في فرنسا في شهر ابريل المقبل 2020. الموضوع صعب جدا على تونس لان مجموعه منتخب تونسي بتضم فرنسا والبرتغال وكرواتيا. اتمنى من كل قلبي فوز او دخول المنتخب التونسي الى طوكيو 2020، لكن المجموعه دي مجموعه صعبه جدا عليها، وبالاخص ان فريق زي منتخب البرتغال صعب بقوه في مجال كرة اليد أو في العالم، لأنه كان رابع العالم، دخل المربع الذهبي في الشباب والناشئين، أعتقد ده كان مؤشر قوي جدا. وكمان في بطولة أوروبا قدر يقصى أو يخرج على منتخب فرنسا منتخب أبطال العالم وأبطال الأولمبياد وأبطال أوروبا، خرجهم من الدور الأول. هنسيب كرة اليد وهنسيب كل أمنياتنا الطيبة للمنتخب التونسي وهنروح لأمريكا سريعا واختيار منتخب الأمريكي لأولمبياد طوكيو. الخبر ده كمان خبر غريب شوية، هيختاروا 44 لعيب، دي اسمها القائمة المبدئية. هيختاروا من 44 لعيب دول 12 لاعب فقط. تخيلوا ان نجوم العالم اللي بالمليارات 44 لعيب في منتخب امريكا تقريبا بيساوي 3.5 مليار دولار، 4 رقم كبير جدا. هيستنوا ان اللجنة او الاتحاد الامريكي يختار 12 لاعب فقط، وكلهم موافقين، وكلهم عندهم الامل ان يمثلوا بلدهم في اولمبياد اللي جايه. بس في الاخر هو لاعب بياخد رقم فلوس كبير، لكن هو في الاخر برضه عايز يمثل منتخب بلده. المدير الاداري قال كلام مهم جدا، قال ان الالتزام معايير الانتقاء ايه؟ الالتزام والرغبه في تمثيل المنتخب الامريكي وتحقيق الانجاز. الباسكت في امريكا مختلف عن اي باسكت في العالم، اكيد دوري NBA اللي احنا كلنا بنتفرج عليه ومتابعينه مختلف تماما عن اي دوري، لكن هم في الاخر برضو عندهم 12 لاعب هيطلعوا لغايه طوكيو ويمثلوا بلدهم في اولمبياد طوكيو. لكن الغريبه ان كل اللعيبه عندهم بالارقام دي منتظرين بيختاروا 44 من التشكيله الاساسيه، وبعد كده يروحوا للتشكيله، عفوا دي التشكيله الكبيره، وبعد كده يروحوا ل 12 لعيب. نتمنى ان امريكا باذن الله اسعار اللاعبين اسعار عاليه جدا، ليبرون جيمس 154 مليون دولار في 4 سنين، وكمان ستيفن كوري سعره 201 مليون في 5 مواسم، ارقام كبيره، ارقام مش بنسمعها غير في دوري NBA. هنسيب كره السله الامريكيه وهنروح لكره الطايره والاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي لعبه جديده لكره الطايره، لعبه جديده
اللي انا اعرفه طول عمرنا كل الناس تعرف ان حاجه اسمها فولي بيتش، بس نلعبها على التلج دي جديده. على التلج اتعملت خصيصا اللعبه في الفولي بيتش العادي اتنين لعيبه، النهارده بيلعبوا بثلاثه لعيبه. أعلى الاتحاد الدولي عن البطولة الثانية للكرة الطائرة على الثلوج زي ما احنا شايفين قدامنا، واللي هتشمل محطتين منها تركيا والثانية في الأرجنتين. المحطة الأولى 12 مارس ل 15 مارس، والمحطة الثانية من 20 ل 23 أغسطس. الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الدولي قال إن الخطوة دي هتكون فرصة لنمو لعبة الكرة الطائرة في العالم، لأن اللعبة دي الناس حبتها جدا فعلا. لو قعدنا نفكر ونتفرج ونشوف اللعيبة وهما بيلعبوا على التلج بشكل مختلف، صدقوني هتلاقوا الموضوع مختلف تماما، فعلا حاجه جميله جدا. دي شيء مميز، لكن الاهم ان احنا ممكن ناخد خطوه سباقه مع الاتحاد الدولي للكره الطايره، الا وهو المنظر اللي هنشوفه قدامنا. سانت كاترين عندنا نفس الاجواء اللي كانوا بيلعبوا فيها. في سانت كاترين عندنا التلج، عندنا كل حاجه نقدر نخطط ملعب الطايره، وتقدر الناس تكون مزار سياحي في الوقت ده. نتمنى تفعيل ده اتحاد الكرة الطايرة مع الاتحاد الدولي، وناخد بطولة كبيرة في سانت كاترين ونعرف الناس في الحتة السياحية كمان. يبقى رياضة وسياحة الاتنين اعتقد شيء مهم جدا. هنكمل اخبارنا مع الاتحاد الدولي للكرة الطايرة، وهسيبكم مع لقطات مهمة جدا ولعيبة كبار في العالم، منهم كريست تانسون وماتيو أندرسون والبرازيلي برونو والف، ولعيبة كبار جدا في حائط الصد والهجوم وكيفية الاعداد. خلينا نشوف الفيديو ده وترجعوا لنا مره تانية. الاتحاد الدولي للكره الطايره بينزل فيديوهات للعيبه الناشئين والشباب عشان يتفرجوا على نجوم العالم باسلوب الضرب، باسلوب حائط الصد. ده شيء مهم جدا حطيناه لكل نجومنا الشباب عشان يتفرجوا ويعرفوا زوايا الضرب في الكره الطايره. دايما هنجيب لكم لقطات من الاتحادات الدوليه عشان تتابعوا معانا الالعاب بشكل مختلف. خلينا نروح لاخر خبرين معانا واخبار، وهي الارقام والاحصائيات من الاتحاد الدولي للكره الطايره سيدات، ونزول ترتيب المنتخبات من الاول الى المركز الاخير. اكيد ده شيء يهمنا، المنتخب المصري سيدات في المركز الكام. لكن خلينا نقول ان في المركز الاول الصين، امريكا الثاني، البرازيل الثالث، وايطاليا في المركز الرابع، ولكن المنتخب المصري بيجي في المركز 39 على العالم، بيسبقنا قبلينا المركز 35 الجزائر، وكمان قبلينا كينيا والكاميرون والجزائر، واحنا في المركز 39 زي ما احنا شايفين قدامنا. الشيء الثاني والمهم بالنسبه لنا هو برضو احصائيات من كره السله سيدات، والترتيب العالمي بينزل وبيحط مصر في المركز 53 زي ما احنا شايفين قدامنا. سيدات كره السله المركز الأول أمريكا، أستراليا الثاني، إسبانيا الثالث، وكندا الرابع، وبتيجي سيدات مصر في المركز 53 بعد نيجيريا والسنغال وأنجولا وموزمبيق ومالي. بكده خلصت أخبارنا، لكن ما خلصتش حلقتنا. خلينا نخرج الفاصل عشان نستقبل نجومنا ونجمتنا في الكرة في لعبة الكاراتيه والفوز في البطولة الأفريقية اللي أقيمت في المغرب مع المنتخب المصري. اهلا بجماهير الاهلي مره تانية، والفقره الاخيره والفقره الحواريه في النهارده في برنامج العاب الصالات، ونجومنا في ابطال الكاراتيه ونجمتنا اللي شرفونا في البطوله الافريقيه اللي اقيمت في المغرب. خلينا نرحب بكابتن جمال خليل مدير قطاع الكاتا في اهلي مدينه نصر في جهاز كاراتيه بالنادي الاهلي. كابتن جمال بنرحب بيك ومبروك لاولادك اللي كسبوا بطوله افريقيا. الله يخليك. الحمد لله. خلينا نرحب بنجم احرز الميداليه البرونزيه في بطوله افريقيا في المغرب، كابتن اسر خالد. كابتن اسر بنرحب بيك ورواك الف مبروك. الله يخليك. خلينا ناخد تقرير عن الكاراتيه ونجومنا وترجعوا لنا مره ثانيه. قاد كاراتيه النادي الاهلي منتخبنا الوطني لحصد المركز الثاني في بطوله افريقيا التي اقيمت بالمغرب خلال الفتره من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري،
بعدما حصد لاعب المارد الأحمر 10 ميداليات من أصل 39 ميدالية تحصل عليها الفراعنة بالبطولة القارية. حقق كاراتيه المارد الأحمر بمفرده خلال البطولة الإفريقية ذهبيتين وست فضيات وبرونزيتين من أصل 11 ذهبية و19 فضية وتسع برونزيات تحصلت عليها البعثة المصرية بأكملها. وبالنظر لأبطال القلعة الحمراء نجد أن جيانا فاروق توجت بذهبية الكوميتيه تحت 61 كيلوغرام، كما فازت نادية السيد بذهبية الكاتا الجماعي شباب، فيما حصل أحمد أشرف على فضية الكاتا للفردي، وحصد محمد رمضان فضية كوميتيه تحت 84 كيلوغرام. أما تقى هشام فحصلت على فضية الكاتا الجماعي، كما حصل إسلام أحمد حسني على فضية نفس المنافسات. حصلت منى الهواري على فضية كوميتيه تحت 47 كيلوغرام للناشئات، ونور إيهاب على برونزية كوميتيه فوق 59 كيلوغرام، آسر خالد برونزية كوميتيه تحت 57 كيلوغرام، وأخيرا حقق محمد صلاح فضية كوميتيه تحت 55 كيلوغرام شباب. نجد أن هذا هو نتاج منظومة متكاملة من العمل داخل جدران القلعة الحمراء، بدءا من مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وصولا لقطاع الكاراتيه بقيادة الدكتور مراد عاصم. أحلام النسر الأهلاوي لم تتوقف عند هذا الحد، بل يطمح في أن يكون أول ناد يتوج بميدالية أولمبية في اللعبة على صعيد مصر من خلال أولمبياد طوكيو المقبلة المقرر إقامتها صيف هذا العام. زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله نجوم الكاراتيه، عندنا نجوم على الصعيد الافريقي والعالمي، عندنا نجمات كبار جدا، واكيد دكتوره جيانا فاروق على راس القائمه. نتمنى لها التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله واستعدادها ودخولها ان شاء الله الى اولمبياد طوكيو 2020. نتمنى خلاص ان اسمها يتحط جوه طوكيو، وبعد كده نتمنى معاها حلم جديد. خلينا نروح لكابتن جمال ونتكلم. كابتن جمال، قطاع الكاراتيه في النادي الاهلي وقطاع اهلاوي 100%. كل اعضاء الفرق اللي عندنا في النادي الاهلي اعضاء عاملين في النادي، ما فيش حد عضو رياضي من بره النادي، هم اولاد النادي، يعني ما فيش اعضاء رياضيين في النادي من فتره كبيره قوي، من زمان قوي الكلام من زمان، من اوائل التسعينات كان. دي قوانين داخل صاله الكاراتيه في النادي الاهلي، ما ياخدش اي حد من بره. دي حطها الدكتور مراد عاصم، ان يعتمد على ابناء النادي فقط، وان عندنا قطاع عريض من الاعضاء ولادهم اعضاء في فرق النادي كلها. بعد ما كان عندنا فرعين عندنا الثالث وبنستقبل الرابع قريبا، بيتعاملوا ازاي مع الضغط من اولياء الامور او الضغط من اعضاء النادي، لان عارف ان قطاع الكاراتيه قطاع كبير جدا في النادي. هو التعامل حضرتك اتقسم العمل زي ما الدكتور مراد عاصم عمل التشكيلات لكل الفروع، فخلى لكل فرع مديرين للناشئين وللشباب ومديرين فنيين، وكلهم اشرفوا على باقي المدربين واللاعبين الموجودين بتنظيم بينهم وبين بعض وتنسيق. فالحمد لله وصلنا النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي للعالميه والدرع العام على جمهوريه مصر العربيه. ما شاء الله عليه. هو كابتن بصراحه شديده، كابتن ياسر قول لي، رحنا المغرب بحلم اللي احنا نكسب ميداليه، كسبنا ميداليه. احنا كان حلمنا في البطوله كل الفرقه كلها نفسنا ناخد الذهب، حلم مصر كلها اللي احنا نفخر ببلدنا ذهب. فكل لاعب من اللعيبه انا متاكد كلهم يعني بيشتغلوا عشان يفخروا بمصر، يعني يبقوا مصر تتكلم عنهم وكده ويرفعوا راس مصر عاليه قوي. اكيد لما بتروح البطوله وبتشيل الحمل ده اكيد بتكون في استعدادات مهمه قبل البطوله، عايزك تحكي لي استعديت ازاي لبطوله افريقيا؟ استعداد منتال. لازم كابتن منتال يقعد يكلمنا يقول لنا، يعني يشرح لنا هنعمل ايه في قبليها وكده، والفيتنس لازم الحمل الفيتنس بيقل شويه قبل البطوله، كاراتيه لازم نعليه عشان نبقى مركزين احنا المفروض نعمل لما نلعب كده يعني. كابتن الاحمال بتختلف، منتال وكمان الاعداد البدني مهم جدا، وكمان الكاراتيه مهم جدا، لكن خلينا دايما في الاعداد البدني لعيب الكاراتيه. حاجه شيء مهم جدا الاعداد البدني لعيب الكاراتيه في معظم الوقت اللي بيتواجد فيه داخل الملعب. النادي عندنا بيعوض حتى لو في خسور عند اللعيب بدني بيعوضوه لمدربين لياقه بدنيه على مستوى عالي، بيرفعوا من سرعته
والقوة المميزة بالسرعة، كل ده بيتابعوه معاه مع مدرب المنتال بتاعهم، فبنقدر نوصل بيه لمستوى أعلى. وهو كان محقق أول جمهورية في سنه السنة دي ما شاء الله، وهو ده اللي خلاه يمثل مصر في المنتخب القومي المصري الكرة. تمثيل منتخب مصر عن طريق بطولات الجمهورية، ياخد أول يسافر على طول مع منتخب، ياخد أول بيسافر، ما عندهمش تصفيات. وهو عندهم التصفيات الداخلية بس برضو اللعيب اللي عندنا اللي حقق مركز أول ما بقاش حققه بسهولة، لكن بيبقى تعب جامد جدا، فبيحافظ عليه طبعا وبيحقق جوه المنتخب نفس المركز والتصفيات الداخلية. آسر قول لي، في البطولة حققنا برونز، عايز أعرف أصعب مباراة قابلتك في بطولة أفريقيا مع بطل بطولة أفريقيا. يعني في البطولة ديت كان أصعب ماتش وكده، يبقى مع المغرب وكده، عشان المغرب يعني جابت ترتيبها من أول وكده طبعا، فا يعني وأرضها وحكامها وكده، عشان كده المغرب بيبقى أصعب دايما، أصعب لعيب بنلعبه. هما الحكام، أنت قلت حكامها، الحكام مش متحكم، لا لا من المغرب أعتقد دولة تانية، لازم مع دول تانية كده. ده شيء مهم جدا. كابتن، لو البطولة الأفريقية النهاردة بتفرز لاعبتنا بتطلعها على المستوى العالمي، النادي الاهلي عنده ابطال عالميين على مستوى عالي جدا، واكيد على راسهم دكتوره جيانا فاروق اللي كنا بننتظرها باذن الله الاهلي للاولمبياد. النادي الاهلي دوره ايه مع المنتخب المصري في توصيل لعيب للعالميه؟ دور النادي الاهلي، هو كان عندنا مدربين في النادي مسكوا منتخب مصر فترات كبيره، فهم على درايه جامده جدا باللي بيحصل في البطولات الدوليه كمدربين دوليين، فبيعملوا نفس الاعداد اللي لازم اللاعب يواجهه لما بيسافر بطولات دوليه بره. اسر، انت لما اخترت الكاراتيه في كوميتي وفي كاتا مظبوط، اولا ليه اخترت الكاراتيه في النادي الاهلي؟ ليه رحت ملعب الكاراتيه؟ ليه رحت صاله الكاراتيه؟ انا كنت عايز اخش الكاراتيه، يعني دفاع عن نفس وكده وروح اللعيبه وكده، فعجبني الملعب. واحنا صغيرين كلنا عايزين نضرب الناس، ضرب رايح تضرب اي حد مظبوط. بتستعمل الكلام ده فعلا في حياتك ولا لا؟ صاله الكاراتيه وشكرا. يعني هو لا، مش كده، اللي هو بره يعني لما حد ضايقك يعني ايه؟ حد ضايقك بس محتاجها، هي الفرق بتدخل على طول؟ ايه؟ تدخل كاراتيه على طول ولا ايه؟ يعني هو كاراتيه بيفيدني مش في اللعبه نفس، اللي هو في رد فعلي بيعلى، بيعلى قوي عشان الماتشات تبقى الضربات سريعه وكده، وتركيزي، يعني لما حد بيجي يضرب وكده ببقى مركز اعمل ايه بعد، اعمل ايه فيها في الضربه، مش في الواحد نفسه، في الضربه نفسها، لا ابعد ضربه وكده. طب اسالك سؤال بجد، ليه اخترت الكوميتي؟ ليه مش كاتا؟ هو انا يعني اخترت الكوميتي عشان وانا صغير عايز اضرب. ما بحبش كده من الاخر بقى، يعني مش عايز تبقى ثابت مكانك وتبتدي تعمل حركات للكاراتيه، عايز تضرب اللي قدامك. بس بعد لما دخلت الكوميتيه يعني ما حبيتش، حابب الضرب. عندنا في الكوميتيه ما ينفعش نضرب جامد، لازم نلمس وكده، يعني لما دخلت ما بقتش احب الضرب اساسا كضرب، ما بقتش احب الضرب، يعني لم التركيز اللي انت ما تنفعش تضرب جامد ورد فعل تعمل تاتش بس كده. كابتن، اللعيب هو اللي بيواجه نفسه الكوموتي والكاتا ولا حضراتكم بتبقى رؤيه فنيه بالنسبه لنا، زائد توجه من اللعيب نفسه او اقباله على الكاتا والكوموتي اكتر، وبيبقى الجهاز الفني شايف ان هو ينجح في الكاتا او ينجح في الكوميتي، وعلى ضوء كده بنوجهه. يعني بتوجه النادي الاهلي او الجهاز بيوجه اللعيب. طب هل اللعيب ممكن يقول لا انا مش عايز العب كاتا، انت شايفين هو في الكاتا يقدر يطلع على المراكز كويسه، يقول لا مش عايز العب كاتا، عايز اروح كوميتي؟ ينفع؟ أسر قال لي كده وهو صغير، كان عنده 9 سنين وبمرنه، فقال لي يا كابتن انا عايز كوميتي علشان انا عايز اضرب. هو كان شاطر جدا كاتا، وكستايل كان ستايله حلو جدا ووزنه وادائه، فده كان كويس، فقلت له طالما عايز كوميتي فوجهناه كوميتي ونجح. ونجح في الموضوع. نجح في الموضوع. اسر بجد عايز اسالك سؤال بجد، وانت بتلعب ماتش في بطوله جمهوريه مع النادي مع المنتخب بره ايا كان، مفيش ماتش سخنت فيه ان انت تضرب لعيب؟ سخنت خلاص، مش عايز تلمس، عايز تضربه خلاص ضرب جامد، يعني خلاص تعبت عايز تضرب عشان تخلص الماتش؟ لا، هو يعني هو لو ضربت هيبوظ الماتش. انا فاهم. لا اكيد الضرب لما تلعب مع لعيب سخنت بتسخن بقى، فيعني يختلف. ايوه ساعات بيحصل لي. بيحصل انت حصل تفتكر ماتش زي ده، مش عايز اسم اللعيب عشان ما نقولش عليه، انا عارف ايه اللي حصل في الملعب، ايه اللي حصل معاك؟
يعني سخنت لدرجه ان انا بقيت يعني ما بقتش افكر ان انا العب ايه، بقيت العب بحس ان جسمي بيتحرك لوحده. بلعب ضربات يعني احس اول مره العبها. اول مره تلعبها؟ حقيقه يعني مش طبيعي، مش لعبه كاراتيه، انا بتخنقه يعني ساعات حصل كده وساعات بلعب اللي هو العب كاراتيه بسرعه انا ما كنتش متعود عليها يعني كده. التعامل النفسي مع اللعيبه دي شيء مهم جدا، بمعنى دي لعيبه العاب فرديه مش جماعيه، احنا في الالعاب الجماعيه عندنا نقول يلا شد حيلك مفيش مشكله بنعوض بعض. التعامل معاهم ازاي مع الكم الكبير اللي عندك في النادي الاهلي؟ هو اللعيب لازم نعلمه ازاي يتحكم في نفسه عشان ما يفقدش شعوره اثناء الماتش فيخسر الماتش. وده بيبقى دور دكتور المنتال، احنا عندنا 2 دكتور منتال في الجهاز. اللعيب اللي بنلاقيه بيزيد شويه على الملعب والسيطره على نفسه ما بتبقاش موجوده او يخاف شويه، في الحالتين دول بنعرضه على دكتور المنتال فعلا يقدر يتعامل معاه ويقول لنا نبدا معاه من اي اتجاهيه. كابتن جلال بصراحه شديده، خلينا نتكلم في الكاراتيه، في لعيب ما قدرتوش تسيطروا عليه في جهاز الكاراتيه، يعني في لعيب وصل لدرجه سخنيه هيبتدي ضرب مع اللعيبه فبتنحيه بره بره المواضيع، ولا الكلام ده مش موجود داخل النادي؟ لا ده مش موجود عندنا خالص، لان بنبدا بالاحترام الاول، يعني اول ما بنبدا تمرين بنحيي بعض. نحيي ونقول قص بالظبط، فعلى ضوء التحيه دي ما ينفعش اخرج براها. بس فمفيش حاجه اسمها حد يفقد شعوره ابدا. ابدا دكتور مراد، ايه لو فلت شعوره؟ لا مفيش، هينزل الملعب على طول. كابتن آسر قول لي بتوفق ازاي بين دراستك، انت اولى ثانوي، بتوفق ازاي بين الدراسه وبين التمارين الكاراتيه والتدريبات منتخب ونادي؟ موضوع كبير جدا. يعني هو انا بعد عشان بيبقى في بطولات لازم التمارين بتكتر في اليوم، ساعات بتبقى 3 تمارين في اليوم. فانا بحاول استخدم اي ساعه عندي في اليوم عشان ادرس عشان انجح وكده واجيب درجات حلوه وكده. قول لي بقى بصراحه شديده، مين اللي سبورت، بابا ولا ماما؟ الاثنين. الاثنين؟ لا اللي بيتعب اكيد، لا اللي بيتعب حد فيهم، ماما اللي براحه جايه اكيد. الاثنين. طب عايزك تلف الكاميرا كده وتقول لهم كلمه وانت بطل وكسبان برونز افريقيا، تقول لهم ايه النهارده؟ مين؟ لماما وبابا والبيت كله عندك. لا الكاميرا اهي، الكاميرا قدامك. بص لها كده. انا بشكركم جدا جدا جدا، انتوا تعبتوا معايا اكتر ما انا تعبت مع نفسي. يعني انا بشكركم في كل حاجه في حياتي. حاجه جميله وشيء شعور جميل ان انت بتشكر النهارده الاسره الكريمه، لكن قول لي حكايه الميداليات اللي قدامك، ارفع ميداليه ميداليه كده وقول لي حكايتها ايه معاك. دي اول يعني اول ميداليه رسميه عايزك تلفها لي الكاميرا. دي اول ميداليه اخذتها رسميه في بطوله دوليه. هي دي كانت في قبرص. في قبرص. كان ضغط جامد قوي، البطوله كانت كبيره ودخل كل البلاد وكده. بخش نزل الملعب كنت حاسس ان انا قلقان قوي. اول مره بره مصر البطوله دي. في قبرص طبعا. فانا نزلت الملعب حسيت ان كل القلق بتاعي شال من اول ما نزلت الملعب. خلاص اول ما حطيت رجلك جوه ارض الملعب. ده القلق بتاعي شال وبقيت مركز في لعبي. كده. فكل العيب قدامه، لعيبته كان في اللي كان كويس وفي لعيب لسه جديد كده، فالبطوله دي اثرت فيها جامد. هي دي البطوله المؤثره في حياه كابتن آسر خالد. عايز اشوف الميداليه الافريقيه. دي ميداليه افريقيه. ارفع بقى كده فرجنا لازم. دي ميداليه افريقيه. دي ميداليه المركز الثالث. ثالث. احلامك في المرحله اللي جايه؟ احلامي؟ انا حلمي يعني اجيب الاولمبياد. ده حلم، ده حلم اي لاعب كاراتيه. الاولمبياد دي اكبر بطوله الكاراتيه بالنسبه اللي هو لسه داخلها جديد او اول سنه. اول سنه. فهو انا حلمي ان انا اخشها واجيب اول وامثل مصر بيها يعني. ما شاء الله عليك يا ياسر، ما شاء الله ما شاء الله. وجود لعيبه كبار في النادي الاهلي بيدوا اللعيبه الصغيرين دوافع كبيره جدا. هو عندنا الجهاز أبطال العالم. الجهاز عامل عندنا ابطال كبار جدا في القاعات الكبيره بتاعتنا اللي اتعملت جديد. حاطين بوسترات كبيره لكل اللعيبه الدوليه اللي في النادي الاهلي من اول الدكتور مهند، من اول الدكتور مهند مجدي لحد دكتورة جيانا فاروق وكل اللعيبه الدوليين، احمد اشرف
وكل اللعيبه الدوليين عندنا تقريبا ازيد من 20 الحاليين على الملاعب كلهم ليهم بوصلات كبيره، ده غير الاعتزال. ده اكيد 100% بيديهم دوافع ثانيه لما يشوفوا ابطال العالم من النادي الاهلي، بيدي دفع لكل اللاعبين الصغيرين خصوصا بيقروا اساميهم بقى موجود ده اسمه ايه وعمل ايه يا كابتن، بنشرح لهم ان دي اللعيبه الدوليه اللي لسه موجوده على الملاعب لحد دلوقتي، ده غير طبعا الاعتزال كان قدهم مرتين كمان. هي كده بقى دي كاراتيه. قول لك يا كابتن جمال، بطولاتنا اللي جايه ايه اللي في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي احنا بدانا اول ماتشات لينا الاسبوع اللي فات يوم الاحد بطولات القاهره، اول الموسم بيبدا دون ببطوله 15 و16 سنه، والنهارده كان عندنا بطوله 13 و14 سنه، والحمد لله النادي الاهلي سيطر على كل المراكز الاولانيه، سيطر اكتسح كل المراكز خلينا نكمل في الفصل اللي جاي ان شاء الله في بطولات الجمهوريه. خلينا نشكر كابتن آسر خالد ونقول له ألف مليون مبروك، عشان لسه عندنا نجمات داخلين بعد الفاصل. كابتن آسر بنقول لك نورتنا وشرفتنا، وإن شاء الله دايما نكون معاك، وإن شاء الله نشوفك قريب جدا واقف على منصات تتويج في العالم والأولمبياد إن شاء الله. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل نجمات الذهب أو نجمات بطلات الكاراتيه في النادي الأهلي والفوز في البطولة الأفريقية اللي أقيمت في المغرب. خلينا نرحب بنجماتنا ابطال ونجمات النادي الاهلي ونجمات مصر في الكاراتيه والفوز في بطوله افريقيه اللي اقيمت في المغرب. خلينا نرحب بكابتن منى الهواري. كابتن منى بنرحب بيكي ونقول لك الف مبروك. شكرا. وكمان خلينا نرحب بكابتن ناديه السيد، نجمه من نجمات الاهلي ونجمه من نجمات مصر. كابتن ناديه بنرحب بيكي ونقول لك الف مليون مبروك على الفوز بالميداليه الذهبيه في الكاتا. مظبوط. اخترتي كاتا ليه؟ وانا لقيت نفسي فيها احسن وكنت حباها اكتر، يعني عامه لعيب الكاتا بيبقى شكله حلو على الملعب، بيبقى فيه شو كده، البدله بنبقى راسمين نفسنا في الملعب احلى. فبالنسبه لي كانت احلى من الكوميتيه فاخترتيها. خلينا بس نخرج لحاجه مهمه ونقول لجماهيرنا ونفرحهم ان فريق الاهلي لكره السله فاز على نادي الاتحاد السكندري في عقر دار في اسكندريه 64-60. ما شاء الله رجال كره السله بيستعيدوا مره اخرى التالق، وان شاء الله نتمنى لهم في المرحله الاخيره من الدوري وهي اقوى مرحله اللي احنا داخلين عليها، كل دي مرحله تمهيديه لكن المرحله اللي جايه هي المرحله الاهم باذن الله، يكونوا عند حسن ظن الجميع دعمنا ليهم، وان شاء الله يكونوا باذن الله عند حسن ظن الجميع. كابتن ناديه معلش خبر مهم طبعا كره السله انت عارفه يعني كويس، فاخترتي الكاتا مش الكوميتيه، العكس صحيح مع منا. ليه كوميتيه مش كاتا؟ هو انا من وانا صغيره وانا بدات تمرين كوميتيه على طول، ما جربتش كاتا بصراحه، بس وانا حبيتها من وانا صغيره، وكمان عشان اختي الكبيره ياسمين الهواري كانت بادئه كوميتيه، فانا حباها من وانا صغيره، كنت عايزه العب كوميتيه عشانها. دي رغبتي. دي رغبتك مش رغبتك عشان الضرب؟ لا، وكمان انا كنت واخده ياسمين قدوه، فانا كانت بالنسبه لي قدوه في كل حاجه، فانا كنت على طول وراها في كل حاجه هي بتعملها. هي القدوه شيء مهم جدا. طبعا هي اللي وجهتها يا كابتن. اختها بطله اصلا طبعا في الفرقه الكبيره منتخب مصر، وعندنا في النادي الاهلي هي من اللعيبه المميزين قوي، لان برضو كمثال للدكتوره جيانا مخليها قطاع البنات عندنا جامد جدا، مولع. جامد جدا، وكوميتي كتير قوي عندنا في البنات، وبيحققوا مراكز كويسه على مستوى الجمهوريه ومستويات الدوليه. كلامك بصراحه شديده، تدريب البنات مختلف عن تدريب الاولاد ولا هو هو؟ لا، هم بيلعبوا مع الاولاد عشان ياخدوا نفس الروح الحماسيه او الاداء الرجولي، معلش في اللفظ، بالنسبه للاعبين الاولاد. فعشان كده هم كلهم جامدين عشان احتكاكهم بالفرق الكبيره والولاد في الفرق. شيء مهم جدا. ناديه قولي لي بنوفق ازاي بين الدراسه وبين التدريب وفوز بميداليه ذهبيه؟ ده شيء مهم جدا، اكيد الدراسه بيبقى فيها مشكله. هو عامه الموضوع كان صعب حبتين، انا كنت في معسكر منتخب في ايام الامتحانات، كانت البطوله قبل ايام الامتحانات على طول. فكنت بروح الامتحان من المعسكر واروح راجع على المعسكر بتدرب، وبنزل تاني يوم امتحان، كنت شغاله من المعسكر اروح الامتحان وارجع تاني. لا، بتعمليها ازاي دي؟ لا فاهميني، يعني ازاي جوه المعسكر فاسيب المعسكر اروح الامتحان وارجع من الامتحان ارجع المعسكر ازاي؟
وبروح الامتحان، بصحى الصبح بدري طبعا، بروح الامتحان وارجع بشوف لو في تمرين بتمرن، اخلص التمرين واروح اي وقت الاقيه فاضي عندي بذاكر على طول، وبعد كده بروح التمرين لو عندي تمرين تاني بنزله. خلاص مثلا بقعد اسهر لحد بالليل، لازم اخلص يعني كل اللي ورايا، وتاني يوم امتحانات هكذا برضو. بس طبعا محتاجه مجهود كبير جدا، وبرده لازم اتعب عشان لو عايزه ابقى بطله لازم اتعب. ما شاء الله. اكيد استاذ بيقول حاجه مهمه، وانا لعيب افتكرت حاجه مهمه. ساعه الامتحانات دي كنا دايما بنقول هنذاكر هنذاكر هنذاكر، ما كناش بنذاكر ونروح الامتحان من غير مذاكره. لكن الجيل اختلف، والجيل عنده اللي هو لازم يذاكر عشان يبقى كويس جدا في المذاكره، وكمان يجتهد في الدراسه، وكمان يبقى مجتهد داخل الملاعب. منا معانا ولا علينا في الموضوع؟ بتتمرني ولا تلعبي ولا تذاكري ولا تعملي ايه؟ لا، هو طبعا انا لازم اوفق بين الحاجتين، ما ينفعش يبقى عندي حاجه والحاجه الثانيه واقعه. يعني اصحابك مثلا وانت بتتمرني اصحابك يقولوا لكش افكسي التمرين وتعالي معانا؟ لا، كانوا بيقولوا لي ساعات اكيد كتير. صح؟ ساعات كتير بيقولوا لي، بس انا حابه الموضوع ده، حابه ان انا اخلص تمرين اذاكر، لازم اخلص اللي ورايا. هو ايام الامتحانات هي بكلمك بصراحه شديده. في السن بتاعنا او السن بتاعك، يعني انا كبير خلاص عجزت، لكن انتوا السن بتاعك اكيد السن ده عايزه تخرجي وتلعبي مع اصحابك على طول. بس ازاي؟ بس انا باجي على نفسي كتير قوي، علشان لازم عشان يبقى ابقى بطله وابقى في الاخر. صحابي بيشجعوني لما يلاقوني مسافره او حاجه، هما بيقولوا لي لا انت ضيعتي مثلا معنى الخروجه دي، بس انت جات لك قصادها حاجه احلى. حاجه سفرية. احلى. هرجع للنقطه دي، مهمه جدا. كابتن، بطولتنا اللي جايه اللي كنا وقفنا عندها في فقره اغنيه، بطولتنا اللي جايه بطولات مهمه جدا للنادي الاهلي، اللي دايما احنا دلوقتي احنا مكتسحين 13 سنه زي ما حضرتك قلت النهارده، مظبوط، و15 و16 يوم الاحد اللي فات. يوم الاحد اللي فات عندنا ايه اللي جاي قريب؟ اللي جاي عندنا هنبدا ببطوله الجمهوريه والدوري، الدوري الممتاز شباب وشابات، ناديه في فرقه من الناشئات اللي ناديه فيهم، وان شاء الله تقريبا يوم 22. وده اخر دوري احنا خدنا الدرع العام الاول، المركز الاول في الرجال والانسات والشباب والشابات، وناقص لنا الناشئين والناشئات. ان شاء الله نلعبه باذن الله ناخد مركز اول. احنا مكتسحين الاسبوع الاولاني، فاضل لنا اسبوع ان شاء الله نخلص كل الماتشات اللي علينا، ويبقى الدرع العام اول ان شاء الله. ده بالنسبه للكاتا والكوميتي ان شاء الله برضو نفس الشكل. مين بص مين يقدر على الاهلي؟ مين بينافس الاهلي؟ هو ما فيش حد، هو الفرق كبير قوي قوي بين الاهلي وبين اللي ورانا مركز ثاني. فاللي ورانا مركز ثاني احنا قدوا ثلاث اضعاف او اربع اضعاف النقط البوينتات بتاعتنا يعني. بس فما فيش حد يقدر يجيبنا دلوقتي يعني. اكيد الاولمبيات هي احلى حلم لاي حد، لاي رياضي، مظبوط؟ طبعا. الخطوات اللي انت بتاخديها عشان توصلي نفسك للمرحله دي يا ناديه؟ طبعا لازم اتمرن كويس، تغذيه، ولازم منتل، لازم تمرين كل يوم. قولي لي المنتل ده بالظبط بيتقال فيه ايه؟ ايه اللي بتحكوا في ايه؟ عايزه افهم جميل الموضوع. المنتل هو الكابتن بيشرح لنا احنا في الملعب في بطوله، بيدخلنا في المود واحنا في البطوله واحنا واقفين على الملعب. انا اتخيل نفسي جوه الملعب اللي هتلعبي عليه ولا جوه صاله النادي الاهلي؟ لا، جوه الملعب الدولي او ملعب محلي او دولي. انا هلعب ازاي جوه؟ اتخيل نفسي شخصيتي اللي عايزه اخش بيها الملعب اكون عامله ازاي، الكاريزما بتاعتي وانا داخله العب بشكل ايه، عايزه اطلع الباور ازاي. لا، انا عايزه اثبت هنا كده يعني. وبنتدرب عليها طبعا كذا مره، وبنغمض عينينا وبنتخيل الكاتا كاننا بنلعبها يعني. بتبقى منتال مهم جدا بالنسبه المنتال مهم بالنسبه للكاتا والكوميتيه. الكوميتيه بيبقى العكس شويه، ان احنا بنبقى بيمرنا ازاي يبقى شكلنا حلو واحنا داخلين، ندي المنافس طبع انه احنا قادرين، بالنظره، بالسلام، ازاي ابقى واثقه من نفسي، ازاي ابقى شكلي حلو في التحرك على الملعب، ازاي ابقى واثقه في ضرباتي وان انا ادخل كويس والم الفينش بتاع الضربه. بنتمرن على كل ده في المنتل وفي التمرين برضو، اللي هو بيبقى المنتل ساعات قبل التمرين، فاحنا بيمرن الحاجات دي وبننفذها في التمرين. طبيعي بنبقى في البطوله بنعملها كويس، والمنافس بياخد فكره لا انا نازل العب ماتش جامد بس، فبتبقى حاجه. وانت بتلعبي في الكوميتيه صوت مين على ودانك؟ مدرب ولا بابا وماما اللي قاعدين فوق في المدرجات؟ او ياسمين؟ ياسمين. صوت ياسمين؟ هو اللي جاي معاكي على طول. بتقول لك ايه ساعتها؟ هي بتشجعني، هي من كلمه واحده بتقدر تخليني ان انا لا انا عندي تاني، لان هي على طول لا لا قولي بتقول لك ايه؟ لا لا مش هسيب الموضوع، مش هعدي كده، خلي بالك. هي على طول هي عارفه تشجعني ازاي. هي قبل الماتش
بتقعد تكلمني كتير وتقعد تقول لي انت لعيبه كويسه وانت هتقدري تكسبي، وفي الماتش ابص لها تقول لي العب ضربه معينه مثلا، هي فاهمه لعبي كويس. طب هقول لك حاجه كويسه قوي، ايه رايك ان انت تقولي كلمه للاسره الكريمه، واكيد كلمه لياسمين وكلمه لاسرتك، بس بصي للكاميرا اللي قدامك. ماشي. بابا وماما طبعا على طول بيشجعوني وعلى طول مساعديني وبيخلوني ان انا اقدر ان انا اواظب في المدرسه ابقى كويسه، وبرده في التمارين وفي المعسكر اذاكر. وياسمين طبعا على طول تنزل معايا التمرينات وتقف قصادي وتمرني الحاجات اللي انا ساعات ببقى مش كويسه فيها. طب شكرا ليهم ولا ايه؟ يعني عايزك تقولي كلمه كده ليهم. طبعا طبعا بقى. بشكرهم طبعا لان هم اللي خلوني اوصل هنا دلوقتي بعد ربنا. وبشكرهم جدا لان انا من غيرهم كان ممكن اكون مش حاجه، لان لا اكيد انت هتكوني حاجات كتيره بيهم اكيد، دي حاجه مهمه كتير. جدا ناديه، عايزك توري الميداليه كده للجمهور، والميداليه دي تمثلك ايه؟ تمثلي حاجات كتير طبعا، بس في الاول في الاخر كل ده تعب بابا وماما في الاول طبعا. على الكاميرا مش انا، عايزك تيجي على الكاميرا مش انا خالص، على الكاميرا. كل ده تعب بابا وماما، ده هم الاساس عامه، هم اللي تعبوا معايا من بدايتي في الكاراتيه، واختي طبعا كانت بتشجعني، وطبعا احب اشكر الكباتن هم وصلوني ان انا ابقى بطله افريقيا وبطله عالم، كابتن احمد عاطف، كابتن احمد السقا. وطبعا النادي الاهلي ليه جميل كبير قوي عليا، هو اللي خلاني اصلا بطله. ما شاء الله عليكم، هتفضلوا ابطال. لما بتشوف بناتك كبروا الموضوع معاك بتكون نفسك تقول ايه؟ انا ببقى سعيد جدا جدا بيهم ان احنا قدرنا نوصل بلاعبين النادي الاهلي من طفولتهم لحد ما بقوا شابات كبار وابطال عالميين، فدي بتبقى قمه للسعاده بالنسبه لنا وبالنسبه للجهاز الفني كله في النادي الاهلي. كابتن جمال، انتوا اللي اسعدتونا ودايما بتسعدونا ونجمتنا بيسعدونا في الكاراتيه، فعلا بنشكرك شكرا جزيلا انك كنت معانا النهارده، وبنتمنى دايما اللقاء مع حضرتك. متشكرين جدا. واكيد لازم نشكر نجماتنا كابتن منى الهواري وكابتن ناديه سيد على الفوز وعلى التالق وعلى الكلام الجميل اللي سمعناه منكم النهارده. شكرا حضرتك. خلينا دايما نشكر جهاز الكاراتيه برئاسه الدكتور مراد عاصم، صديقي العزيز جدا، لكن هو في الشغل ما بيعرفش حد. ما شاء الله عليه، جهاز ملتزم منضبط داخل النادي الاهلي، وكمان لاعبين ومدربين وقادرين كامل الجهاز بنشكره في شخص الدكتور مراد عاصم، فعلا جهاز ويشرف النادي الاهلي في المحافل المحليه والعربيه والافريقيه والعالميه، وان شاء الله لسه قدامنا في الاولمبيات اللي جايه. بنشكركم والى اللقاء.